بعلمك متى تحس بالشهرة عدل. شفت الشهرة؟ الشهرة تدري متى تحس بقيمتها؟ لجوك بزارين صغار وحبوك البزارين قبل لا يحبونك. لأن محبة صغار غير. يا سلام. جتني ذي. أبعلمك متى تحس بالشهرة عدل؟ إذا حسيت إذا لقيت لك بزارين صغار يحبونك، هني تعرف فعلا إنك أنت مشهور تستاهل الشهرة. البزارين اللي حبوك قبل الكبار اعرف إنك أنت إنسان فعلا مشهور ومؤثر تأثير قوي. المكاد إن رايحين وين؟ إحنا فرانكفورت اللي موجود وين؟ بالسعودية. فرانكفورت أفرق الكلام الأول تلقى الكلام الأخير هذا هو. الوكاد انت مشى، انا واحد من الشباب هني، يوم تمشينا الا بنيتي صغيرة عمرها تقريبا 6-5 سنين، صغيرة والله العظيم، يعني اذكر حتى شعرها مربطته نفس شو اسمه الفيونكه الجناعيد هذا اللي عرفتنا اللي مشربكات البعض آه القرون هذه آه اللي مشربكات آه. يا ابن جباري اقسم بالله العلي العظيم يا انك كنك حاط ايدي وايدك بقلبي وشالع قلبي فز قلبي الا خمتني زين. احب راسه وتصور صوره. يوم مشينا شوي ويجون اثنين او ثلاثه، ما خبري اثنين او ثلاثه كبار شوي بالعمر معهم واحد صغير، ويسلمون على اللي معاي ويصورون اياه. كملناها شوي ونلقى لنا عائله. يوم اقبلنا عليهم ووقفونا فلان ابن فلان فلان ابن فلان، اي نعم، ويصورون. اول ما صوروا خلصوا الا وياهم ام شوي كبيره بالعمر، هي تقريبا الستين. والله العظيم يا كلمتها بطبلة اذني لحد الحين. شن قالت؟ قالت عسى الله مثل ما اجبرتوا قلوبنا ورسمتوا السعاده على قلوبنا، عسى الله يجبر بقلوبكم، وين ما رحتوا عسى ربي يفتح لكم ابوابه من حيث. والله الكلمه دي محلاها. والله العظيم وبالله الكريم يا الكلمه هذه يعني مجبره بخاطري، يعني خلتني ارد الفندق وارقد. تعرف اللي يرقد وابتسامته وصل لاذنه؟ شعور ما بعد الشعور. نحبوك الصغار الوغدان ونحبوك الأكبر. يا ربي. على طاري الصغار من راح في القهوة هنا يوم